عبر سكايب الدكتور سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف السابق. دكتور سلامة، أهلا بحضرتك. مرحبا يا استاذ، أهلا بيك دكتور سلامة، وأهل يعني نورت والله، وأنا سعيد جدا باستضافة حضرتك النهاردة. الله يبارك فيك، وانا ايضا، والف سلامه على الدكتور اسامه ان شاء الله. إن شاء الله، ألف سلام عليه. طيب بداية، يعني المسألة حول يعني بيت الزكاة وبيت الصدقات، طبعا يعني حضرتك دكتور سلامة كنت داخل هذه المؤسسات، يعني داخل المطبخ اللي بتصنع فيه هذه القرارات وهذه الأمور، فلو تشرح لنا بالضبط إيه اللي بيحصل. أولاً أشكركم على تسليط الضوء على هذه المسألة، فهي من الأهمية بمكان، ومن الواجب على المواطن المصري أن يعرف، لأن ده حقه، أين تنفق الزكاة وكيف تدار أموال الزكاة في مصر. أموال الزكاة في مصر لها أكثر من جهة، وكل هذه الجهات تتبع بشكل مباشر المؤسسات الدينية في مصر، وبالأخص طبعا الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، هما الجهتان المعنيتان بجمع أو بقبول أي تبرعات أو أي زكاة تأتي من أي جهة. أموال الزكاة تأتي إما تبرعات بشكل مباشر من دول عربية أو إسلامية أو ما شابه ذلك، إما بصورة تبرعات أو زكاة بشكل دائم، يعني كلها بشكل مستقر ودائم وسنوي أو نصف سنوي أو حسب المناسبات، كرمضان مثلا والأعياد وما شابه ذلك. المفروض أن الجهات المعنية بجمع الزكاة زي مثلا وزارة الأوقاف المصرية أو هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك الأزهر الشريف أو المؤسسات التابعة للأزهر الشريف، هي مسؤولة بشكل مباشر عن جمع هذه التبرعات أو تلك الزكاة التي تأتي من خارج مصر أو من داخل مصر. طبعا دي الجهات الرسمية التي يمكن أن نقول أنها تابعة للدولة بشكل مباشر. هناك طبعا جمعيات خيرية كثيرة جدا، تزيد عن 100 جمعية موجودة في مصر، وتعلن عن نفسها أن هي أيضا تتلقى الزكاة. أي نعم. نعم، فهذه الجمعيات وكذلك الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف معنيين بشكل مباشر بجمع التبرعات أو جمع الزكاة من المتبرعين. تنفق هذه الزكوات حسب اللائحة الداخلية لكل جمعية أو لكل مؤسسة. فمثلا لو شفنا بيت الزكاة المصري، فالمفروض أن أمواله حسب ما هو مكتوب في بيت الزكاة المصري أنه صندوق له شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وهذه الأموال المفروض أهدافها أنها تنفق على الفقراء والمساكين والأيتام إلى آخره، طبعا كما هو الحال في كل المؤسسات الخيرية سواء كانت رسمية أو خاصة. طبعا هناك أشياء أخرى يجب الكلام عنها أيضا، أن هناك إدارات تابعة لوزارة الأوقاف المصرية زي مثلا إدارة البر أو صناديق النذور أو هيئة الأوقاف المصرية، وفيها إدارات أخرى أيضا فرعية. هذه الإدارات كل إدارة منهم لها مهام بتقوم بها، في إدارات بتجمع الزكاة ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين مباشرة دون أي تدخل في استثمار وما شابه ذلك، وفي إدارات أخرى زي هيئة الأوقاف المصرية مسؤولة عن استثمار هذه الأوقاف أو هذه الأموال في صورة أوقاف ثم إخراج ريعها على الفقراء والمساكين. نعم. أي نعم. طيب يعني حضرتك دكتور سلامة ذكرت بأن يعني وزارة الأوقاف والأزهر وهناك تقريبا حوالي 100 جمعية خيرية أو مؤسسة أو شيء بتجمع التبرعات. السؤال بقى، هذه الأموال هل بالفعل بتصرف في نفس الـ يعني المصارف اللي مكتوبه على الموقع او في الاوراق او في القانون؟ طبعا طبعا ال 100 دول اقصد ال 100 اللي هم الاكثر شهره، يعني زي مثلا بنك الطعام، جمعيه رساله، الجمعيات المشهوره قوي اللي هي واخده ضوء مباشر من النظام ان هي يبقى لها دور في جمع التبرعات بشكل معلن كما هو. لكن طبعا لو بنتكلم عن الجمعيات الخيريه فبنتكلم عن الاف الجمعيات على طول مصر وعرضها.
طيب في جزئية مهمة جدا للإجابة على سؤال حضرتك، هل هذه الأموال تنفق في مصاريفها الصحيحة أم لا؟ هو في الحقيقة الواقع يقول بما لا يدع مجالا للشك إنه هذه الأموال وهي بمئات المليارات، وهذا رقم ليس المبالغة بل هو رقم متواضع جدا لو حسبنا أموال الزكاة بالإضافة إلى الكفارات والهبات والمساعدات والتبرعات وما شابه ذلك، فبنتكلم على مئات المليارات من الجنيهات تقريبا سنويا لو أنفقت في مصاريفها الصحيحة. وهي هناخد مثلا على سبيل المثال المصارف الثمانية التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لو أنفقت هذه الأموال على هؤلاء فقط، على المصريين، الإجابة الشافية الكافية التي لا تحتاج إلى مزيد بحث أو إلى عناء أو تعب أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك فقير في مصر أو مسكين في مصر أو واحد مديون في مصر، بل لا يمكن أبدا أن يكون هناك شاب تعطل زواجه بسبب تكاليف الزواج المتعبة والمجحفة، بل لا يمكن أبدا أن يكون هناك ما يمكن أن نعتبره مساجد متهالكة أو مستشفيات أو مدارس. لو أنفقت تلك المئات من المليارات على أبواب فيها الصحيحة، إحنا في الحقيقة مش محتاجين ميزانية دولة ولا محتاجين أي حاجة تانية، لأن زي ما بقول لحضرتك الميزانية التي يعني تدخل إلى هذه المؤسسات تفوق مئات المليارات من الجنيهات. طب أين الخلل؟ شوف الواقع المصري ونلاقي لسه ما زال هناك فقر شديد يزداد يوما بعد يوم، هناك مستشفيات متهالكة والناس تبحث عن أي شيء يرفع عنهم العناء والتعب، هناك احتياج حتى لرغيف الخبز. لما نشوف الواقع كده يبقى تأكد تماما أيها المواطن المصري إنه أموال الزكاة التي تأخذها هذه الجهات الحقيقة، وتلك حقيقة مؤلمة، أنها لا تنفق على أبوابها ولا على مصاريفها الصحيحة. ولو أنفقت لعام واحد، يعني سنة واحدة بس، تنتظم هذه المؤسسات في الإنفاق على وجوهها الصحيحة، عام واحد فقط يكفي أن يرفع الفقر عن مصر والبطالة عن مصر تماماً إلى غير رجعة. أي نعم، والله مولانا، يعني هذا فعلا نقطة مهمة جدا. يعني لما نتكلم مثلا على في 2021 حوالي 80 مليار جنيه مصري أموال زكاة، أعتقد فعلا لو المبلغ ده توزع على الفقراء يعني ربما فعلا يعني يغني كثير من الفقراء. طيب مولانا، السؤال، هناك الآن يعني اتفاق بين صندوق تحيا مصر أو صندوق وبين بيت الزكاة، فالسؤال مولانا، هذا الاتفاق كيف تراه؟ لا، هو ده نوع من أنواع السيطرة والاستحواذ، ومزيد من السيطرة والاستحواذ على أموال الصدقات والزكاة. وهذا القرار لا ينفصل أبدا عن قرارين مهمين جدا اتخذهم النظام في السنوات الماضية. القرار الأول وهو أن هيئة الأوقاف المصرية أو الأوقاف عموما، مش بس هيئة الأوقاف، كل ما يطلق عليه وقف سواء كان وقف خيري أو وقف أهلي، كل ما يطلق عليه وقف سواء كان تابع لوزارة الأوقاف أو تابع لهيئة الأوقاف المصرية أو تابع للأزهر الشريف، كل ما يطلق عليه وقف وضع النظام يده عليه تماما بذلك القرار الذي صدر في 2016 بتشكيل لجنة للإشراف ولإدارة أموال الوقف برئاسة إبراهيم محلب. ده قرار في الحقيقة خطير جدا جدا جدا. هذا القرار لا ينفصل أبدا عن ذلك القرار اللي حضرتك سألت عنه واللي هو محل النقاش الآن،
لأنه في الحقيقة بيت أموال المسلمين أو بيت المال والصدقات التابع للأزهر الشريف، هذا البيت تم تأسيسه في 2014، أي نعم، بيت الزكاة في 2014، 14. والتواريخ مهمة جدا يا أخواننا. 2014، يعني هل معقولة ما كانش فيه قبل كده في الأزهر الشريف بيت مال ولا بيت زكاة؟ لا، الحقيقة إنه كان فيه طول عمر الأزهر الشريف عنده جهة بيتلقى التبرعات والزكاة والصدقات من خلالها. لكن اللي حصل بعد انقلاب 2013، سيطرة كاملة من جهة النظام على كل روافد وعلى كل منابع أموال الصدقات. فكان أول هذه السيطرة إيه اللي حصل؟ إن هم شكلوا مجلس أمناء ولغوا كل الجهات القديمة اللي هي بيت الزكاة اللي كان موجود قبل كده في الأزهر الشريف من زمان أو قديم، وشكلوا بيت الزكاة والأموال المصري، وجعلوا على رئاسته شرفيا يعني شيخ الأزهر. أي نعم. لكن مين بقى اللي كان بيدير هذا البيت من أول تأسيسه من 2014، ده قبل اللواء الأخير يعني أي نعم. اللي هو ما زال بيدير هو بصفته أمين عام، أي نعم. اللي كان بيدير من أول تأسيسه هو أيضا المهندس إبراهيم محلب. فلما نلاقي المهندس إبراهيم محلب في 2014 بيسيطر على الزكاة التي تأتي إلى الأزهر الشريف، وهو نفسه على رأس لجنة تسيطر على الأوقاف التي تأتي وتديرها وزارة الأوقاف المصرية، ثم من خلال هذه اللجنة وتلك اللجنة فيه لواء بيدير هنا وفيه لواء بيدير هنا. لما نيجي بقى نشوف السؤال اللي حضرتك سألته من شوية، هو بتصرف فين؟ الإجابة شوفوا من هم أمناء المفروض يعني على هذه اللجان وعلى ذلك البيت المال، هنعرف الأموال دي بتروح فين. وأرجع تاني وأقول إن إحنا لو بنتكلم عن 100 مليار جنيه في سنة واحدة، وأنا والله أقسم إن ده رقم متواضع جدا، لكنه هفترض إن هو 100 مليار جنيه في سنة واحدة، لو عندي في مصر 100 مليون فقير ومسكين، يبقى خلاص لو أنفق ال 100 مليار على ال 100 مليون يبقى لم يعد عندي فقير لسنة واحدة. ما بالك بقى احنا بنتكلم كده على يعني اموال بتجمع من خلال على مدار سنوات طويله، ودي مؤسسه واحده، مؤسسه ده بنك فقط في مؤسسه واحده. لو اضفنا اليها التريليون و7 مليار بتوع الاوقاف، واضفنا اليهم الى اموال التي تتلقاها المؤسسات الخيريه الاخرى زي بنك الطعام وكذا وكذا، يبقى احنا في الحقيقه بلد غنيه جدا جدا جدا، ومش محتاجين اي مال من اي جهه اخرى، وبالتالي المفروض يعني ما يبقاش في عندنا فقير ولا محتاج ولا ازمات، لا خاصه بالاكل ولا بالمواصلات ولا بالمستشفيات ولا باي شيء. اي نعم. لكن ابحث عن لجنه الامناء او المديرين او المشرفين عن هذه اللجان، هتعرف الاجابه اين تذهب تلك الاموال. طب ما هو انا لو انا مثلا يعني الواحد تبرع بمبلغ او مثلا طلع الزكاه وسلمها لهذه المؤسسات، هل بامكاني ان انا اتتبع هذا المال حتى يصل الى مستحقه ولا صعب؟ لا، هو طبعا يعني اداريا صعب وسياسيا اصعب. يعني تلك الجهات بهذه السيطره اللي هم عاملينها قاصدين انه ما حدش يعرف حاجه. هو انا مش من حقي كمتبرع، وحضرتك من حقك كمتبرع، وعلى فكره بالمناسبه يعني عشرات الالاف من المصريين بيتبرعوا للازهر الشريف. ليه؟ لان هم ما زال عندهم ثقه في الازهر الشريف وفي شيخه وفي مشيخه. اي نعم. وكذلك ايضا عشرات الالاف من المصريين بيتبرعوا لوزاره الاوقاف ولمساجد الاوقاف ثقه منهم ان دول مشايخ وبيخافوا ربنا. طيب اليس من حق هؤلاء المواطنين أن تخرج هذه المؤسسات كل سنة بتقرير يعلن، أي نعم، يعلن في وسائل الإعلام، ويتقال إن إحنا السنة دي جمعنا 50 مليار من أموال الزكاة
من وكذا مليار من أموال التبرعات وكذا مليار من الهبات والصدقات والأوقاف وكذا، وهذه الأموال تم إدارتها بالشكل الفلاني وتم توزيعها على 100,000 من الفقراء في مكان كذا، وتم بناء كذا بيت، وتم إصلاح كذا طريق، وترميم كذا مستشفى، وإصلاح كذا مسجد. مش المفروض يحصل كده؟ المفروض صح. هي الأموال دي بتاعت فلان ولا بتاعت وزارة الأوقاف ولا بتاعت المشيخة؟ المفروض تطلع المؤسسات دي ويبقى عندها شفافية وتعلم ذلك على الرأي العام. ده واجب شرعي، يعني هذا قبل أن يكون واجب إنساني وأخلاقي، فهو واجب شرعي على تلك المؤسسات أن تفعل ذلك. السؤال لماذا لا تفعل؟ نرجع تاني لنفس المسألة، لأن الأموال دي لا تنفق في مصاريفها الصحيحة، وبالتالي ما كناش هنلاقي فقير ولا محتاج ولا مسكين، فهناك هنا يكمن اللغز. وأنا يعني الشيء بالشيء يذكر، لما كنت في وزارة الأوقاف في 2012 اطلعنا على ميزانية الأوقاف فيما يتعلق ببند واحد بس، بند في إدارة بسيطة جدا، صغيرة جدا في وزارة الأوقاف، اسمها إدارة البر. الإدارة دي في سنة 2011 كنا بنراجع ميزانية السنة اللي فاتت، يعني كانت جمعت 44 مليون جنيه. إدارة صغيرة قد كده في وزارة الأوقاف، إدارة بسيطة جدا، جمعت في سنة 2011 44 مليون جنيه. طبعا ده غير الأوقاف وغير التبرعات الأخرى اللي بتيجي لإدارات أخرى. الإدارة هي بس اسمها إدارة البر، يعني خدت 44 مليون جنيه من جهات، ثم هي مطالبة إداريا وقانونيا أن تنفق 44 مليون جنيه على أبوابها وعلى مصاريفها، وأن تظهر تلك الإدارة للوزارة بيان كامل وشافي اتصرفوا في إيه. أي نعم. إحنا لما فتحنا الملف ده، وهو ملف بسيط جدا، يعني 44 مليون جنيه، بنسأل المدير الإدارة وقتها كان اسمه جابر طايع، بنسأله أنت صرفتهم في إيه؟ فلم يتكلم. تم تحويل الأمر للتحقيق، والشؤون القانونية حققت وقتها أن إحنا حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها مش عارفين 44 مليون جنيه بتوع إدارة البر سنة 2011 اتصرفوا في إيه؟ وده بس في مكان واحد بس من ضمن الإدارات، والجهة المحققة هي الوزارة التابع لها تلك الإدارة. فما بالك بقى حضرتك المواطن البسيط العادي اللي هو تصدق بالصدقة، هيروح يدور بقى ويقولوا أنت عملت إيه وديت إيه، ولا يمكن أبدا أن يحصل على معلومة. هذا نظام يقصد أنه لا يعطي للناس معلومة، لأنه لا يعتمد الشفافية أصلا في نظامه ولا في مؤسساته مع الناس. والله مولانا ده الموضوع خطير جدا صراحه. يعني انت يعني حضرتك اللي بتذكر الكلام ده المفروض يعني فيها قضايا وفيها محاسبه للناس اللي بتاخد الفلوس دي، فلوس يعني المفروض فلوس فقراء، يعني الناس تستولي عليها. ما هو فيها محاسبه فعلا. احنا حولنا جابر طايع الى التحقيق، والجهات التحقيقيه اثبتت ادانته في 2012، وبعدين بعد الانقلاب تم اعاده جابر طايع وترقيته من مدير اداره بسيط جدا إلى وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس قطاع مكتب الوزير. فهو تحاسب أو ما تحاسبش إزاي، يعني أكيد تحاسب يعني. اي نعم. طيب مولانا، يعني حضرتك كنت مسؤول في وزاره الاوقاف، السؤال ان اللي بيتبرع بوقف بيكون في شرط للواقف، يعني انا مثلا مطلع هذه الاموال او واقف هذه الارض مثلا لحفظه القران، للايتام، للارامل، فهل بتنفذ وزاره الاوقاف هذه الشروط، شروط الواقفين، ام لا؟ طبعا سؤال حضرتك ده يتعلق بالاوقاف وليس نعم. بالاوقاف نعم. ولا بالتبرعات ولا بالصدقات، لانه ده امر مهم ايضا يجب على المواطن ان ينتبه اليه. لانه والله يا استاذ طارق، اموال الوقف طبعا بالاضافه لاموال الزكاه والتبرعات منهوبه عيانا بيانا بكل ما تحمله الكلمه من معاني، وانا لله وانا اليه راجعون. وانا اؤكد لحضرتك انه اموال الوقف وحدها، مش بس بقى المليارات بتاعه الزكاه اللي كنت بكلمك عليها دي، اي نعم، الاوقاف وحدها، يعني الثروه التي تديرها وزاره الاوقاف او هيئه الاوقاف المصريه وحدها كفيله ان تنهض باقتصاد 10 دول زي مصر، اذا
اتقى المسؤولين الله سبحانه وتعالى في تلك الإدارة. والله سبحان الله العظيم، يعني المسألة فيها أموال لا حصر لها لو المسؤول اتقى الله سبحانه وتعالى في تلك الأموال. طيب موضوع بقى الأوقاف، طبعا الأوقاف إن في عندنا قاعدة شرعية بتقول شرط الواقف كنص الشارع. يعني القاعدة الفقهية هذه أصبحت كأنها آية أو حديث، بمعنى إن حضرتك لو أوقفت قطعة أرض مثلا أو أوقفت جزء من المال ورحت قلت لهم، بتكتب حاجة اسمها السند أو الحجة، بتقول والله إن أنا فلان الفلاني أوقفت كذا، وتحدد العين اللي أنت أوقفتها أو المال اللي أنت أوقفته، وتحدد أيضا عدة شروط للإنفاق من هذا الوقت. بتقول والله هذا الوقت ينفق مثلا على زواج اليتيمات. أي نعم. بس فأنت حددت اليتيمات، يبقى ما ينفعش أجوز منه الأولاد الأيتام، يبقى زواج البنات بس. أي نعم. مش أولاد. فعلى وبتسلم الحجة دي لوزارة الأوقاف. المفروض بحسب الشرع وبحسب القانون والدستور أيضا إنه وزير الأوقاف وظيفته ناظر الوقف أو متولي الوقف، وبالتالي هو مسؤول مسؤولية شرعية، هو وزارة الأوقاف كلها، ومن ثم طبعا الحاكم يعني أو ولي الأمر عموما هو مسؤولين مسؤولية شرعية عن تنفيذ شرط حضرتك اللي هو زواج اليتيمات. فما ينفعش إن حضرتك تقول والله أنا أوقفت الأرض الموجودة مثلا في الغربية أو في الإسماعيلية وريعها يكون للأيتام أو لليتيمات تحديدا. ما ينفعش إن إحنا والله نقول والله إحنا عايزين ناخد الأرض دي نبني عليها قصر رئاسي. ما ينفعش. فيطلع حد يقول لك يا عم دي مصلحة عامة ودي مصلحة ولي الأمر، يقول له ده حرام، لازم استئذان صاحب الوقف. طب صاحب الوقف مات من 500 سنة، يبقى ما ينفعش التعدي عليها بقى، خلاص كده ماتت الأرض، ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال. ولو حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه جه وقال نغيرها نقول له لا ما ينفعش، انتهت، واخد بالك؟ فلكن بقى احنا لما كنا في وزارة الأوقاف وجدنا جرائم، وتلك الجرائم مقننة بما قننوه في أيام مبارك وما قبلها من أيام عبد الناصر، يعني بما يسمى بنظام الاستبدال. يعني ايه الاستبدال؟ يعني هناك قطعة أرض مثلا موقوفة في الإسماعيلية أو في الإسكندرية مثلا في المنتزه، حوض المنتزه أو ما شابه ذلك، والأرض مثلا بسم الله ما شاء الله يعني تابعة للأوقاف من 200-300 سنة. أي نعم. وتيجي تقوم حضرتك وزارة الأوقاف أو المسؤولين يعني وقتها عجبتهم الأرض دي فعايزين يبنوا فيها أي حاجة، يعني يعملوا فيها كوبري، يعملوا فيها قصر رئاسي، يعملوا فيها أي شيء. يقوموا رايحين قايلين لصاحب الوقف ده اللي هم يعني لو في حد من ذريته موجود او كذا او ما فيش، يبقى مين المسؤول عن اداره الوقف؟ هي هيئه الاوقاف او وزاره الاوقاف. تقوم وزاره الاوقاف مع الحكومه عاملين مع بعض اي اوراق، تقوم الحكومه مديه لوزاره الاوقاف قطعه ارض مكان اللي في الاسكندريه دي في حوض المنتزه مثلا، يدوهم ارض في توشكا ولا في جنوب اسوان. اي نعم. واخد بالك؟ ويقول لك انت هنا كام فدان؟ يقول له مثلا 10 فدان في اسكندريه، يقول له هديك هناك مكانهم 100 فدان. فعملوا الكلام ده بما يسمى الاستبدال. لما تيجي تشوف ال 100 فدان اللي في توشكا تلاقيهم ميتين، ولا يمكن ابدا ولو قعدنا 70,000 سنه تانيين ما حدش هيفكر اصلا انه يعمرهم هناك، وانت هنا موتت ارض الاوقاف. والمصيبه بقى ان العمليه دي بتتم بيبقى فيها سبوبه او فيها نسب عمولة من أول وكيل الوزارة والرئيس الهيئة والأمين العام للهيئة والمدير الهيئة وبعدين وزير الأوقاف. طبعا الكلام ده في العهود السابقة وأكيد رجع الثاني دلوقتي. فعايز أقول إنه أي إدارة بيتم تشكيلها لصناديق الزكاة أو الأوقاف أو ما شابه ذلك، الإدارات ده مش متعينة كده لوجه الله والوطن، دول اي اجتماع بيعلوا يحضروا فيه بياخدوا الاف مؤلفه بدل الاجتماع. يعني غير الاضافه الى ذلك انه اي صفقه بتتم مع اي جهه سياسيه خارج مصر او داخل مصر بياخدوا نسبه، الجهتين الطرفين بياخدوا نسب.
والنسب دي ممكن تصل الى 25% الى 30%. طب صحيح صحيح يا شيخ سلامه، قبل ما نعدي هذه النقطه شيخ سلامه، في موضوع بيت الزكاه بالنسبه بالنسبه شيخ سلامه لمساله العاملين عليها، يعني حدود قد ايه مثلا من الزكاه للعاملين عليها يعني؟ لا، ما هو اصل فكره العاملين عليها يجب ان تتجلى للناس ايضا. اي نعم. يعني حضرتك مثلا على سبيل المثال لما تيجي تشوف في بيت الزكاه والاموال المصرف مجلس الامناء فيه مين؟ مجلس الامناء ده اللي هو فيه المهندس ابراهيم محلب، في مين كمان معاه؟ هتلاقي حضرتك مثلا عشان تشوف بس مين هم العاملين عليها، هل دول يستحقوا الزكاه اساسا؟ التوصيف الشرعي للعاملين عليها ان هو موظف انقطع عن الحياه تماما وعن الاعمال وعن الوظائف وعن اي شؤون الحياه، وتفرغ ليلا ونهارا سرا وجهارا لإدارة أموال الزكاة، شايل هم الموضوع ليل ونهار ومقطوع للحكاية. لما تيجي تشوف بقى حضرتك مجلس الأمناء اللي هم المفروض يعني بياخدوا منها، وتحت بند العاملين عليها يا مولانا، ما هو كله العاملين عليها، هتلاقيهم لا تنطبق عليهم هذه الشروط. أولا هم مش مقطوعين ليها ولا حاجة، ده بيعملوا اجتماع كل شهر مرة وبياخدوا من كل صفقة بتتم من وإلى أو أي أموال بتيجي إلى صناديق الزكاة بياخدوا منها نسب، وده هم مقننين هذا النظام. لما تيجي تشوف حضرتك مين، هتلاقي مثلا المهندس إبراهيم محلف، هو ده مقطوع للحكاية دي. ده أنا بس أهو في 5 دقائق قلت لك ده كمان مسؤول، هو المشرف العام على المجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اللي شكلوه في 2016. ده غير إن هو أصلا خبير في رئاسة الجمهورية ومستشار في رئاسة الجمهورية، ومعرفش فين في الإمارات، ومعرفش فين في يعني ده غير المناصب الثانية، فهو مش مقطوع ليها ولا حاجة. هذه أولا. لما تيجي تشوف حضرتك مين ثاني، هتلاقي المهندس حلمي عاطف وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأسبق، الله، وده مقطوع ليها. هتلاقي الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. هتلاقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية. هتلاقي الدكتور، خد بقى حضرتك المفاجأة دي، هتلاقي الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الربيع. مين ده؟ مين حضرتك ده؟ ده مش مصري أصلا بقى. ده حضرتك الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ده مش مقطوع ليها ولا حاجة، وحتى مش مصري كمان. هتلاقي السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة السيد رئيس الجمهورية للأمن القومي. هتلاقي الدكتور محمد علي سلطان محافظ اسكندرية. هتلاقي تعالى شوف كمان مين حضرتك، مش بس كده، ده في كمان الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين. هتلاقي كمان حضرتك الأستاذ محمد ناصر الجبري رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي. هتلاقي حضرتك كمان الأستاذ محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في الإمارات. أي نعم. الله، يعني هم دول مقطوعين ليها؟ مش مقطوعين ليها، أنا متأكد الناس دي ما بتاخدش حاجة بالمناسبة، يعني أي نعم. أنا متأكد 1000000% إن هم لا ينظروا لهذا الفتات، لكن وضعهم كمجلس امناء ليه؟ دول اللي بيجيبوا التبرعات اصلا. اي نعم. بالك، طيب مين بقى اللي بياخد التبرعات؟ بتروح للمواطن المصري؟ والله العظيم ما كان يبقى في فقير في مصر، والله. وانا من خلال حضرتك بقول لهذه الجهات التي تعطي تلك التبرعات بالمليارات، يعني ارجو ان تنظموا انتم بانفسكم حتى تصل الاموال ليد المواطن المصري. لكن الواقع بيقول ان عندنا في كل سنه ما يقارب من 100 مليار من بند واحد، وفي عندنا نسبه الفقر الى زياده، والى نسبه الجوع الى زياده، والمرض الى زياده. نعم. اي نعم مولانا. طيب شيخ سلامه، يعني هناك الحقيقه احد المشاركين عبر الواتساب بعت رساله بيقول الناس هي اللي غلطانه انها تعطي اموال الزكاه، كل انسان مسؤول امام الله في حق الله. فمولانا، هل الشخص مسؤول بعد ان يعطي الزكاه ان هو يتابع مع هذه الاموال، ولا خلاص كده ادى ما عليه؟ لا طبعا، هي مسؤوليه شرعيه. يعني اولا، اذا علم المسلم ان الجهه التي يعطي لها الزكاه يعني هناك شبهات
إما في إدارة الزكاة أو في عدم توصيل المال لصاحبه، فواجب عليه شرعا ألا يدفع الزكاة لتلك الجهة، لأنه لن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى أن يقول ماليش دعوة بقى أنا ريحت دماغي وديتها للناس المشايخ. لا طبعا، لو عرفت أن في مشكلة وأن الزكاة لا تصل إلى من يستحقها وأن الأزمة في من يدير الزكاة، يبقى واجب عليك أنت أيها المسلم أن تعطي الزكاة بيدك للفقير. فكرة بقى أن أنا أريح دماغي وأحطها في أي حتة وخلاص وماليش دعوة، هذا لا يشفع للعبد عند الله سبحانه وتعالى. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب أن حضرتك أيها المسلم تتعب نفسك وتفتش أولا في قرايبك، في جيرانك، في أرحامك، شوف أخوك، أختك، ابن عمك، ابن عمتك، ابن خالك، ابن خالتك، شوف قرايبك اللي في البلد، حتى لو انت عايش بره مصر، شوف الناس الفقراء المحتاجين اللي عندكم في البلد، وتكلف حد من الناس الثقات انه يشوف لك قرايبك والناس الجيران وكذا، وان انت تعطي الزكاه بنفسك لمن يستحقها. وانا اؤكد لحضرتك وللساده الكرام المشاهدين انه لو كل انسان ضبط هذه المسألة فيما يتعلق بالزكاة وحدها والكفارات وكذا، وبدأ يدور على قرايبه وعلى جيرانه وعلى أصحابه اللي هي دائرة الثقة بالنسبة له، والله لن يكون عندنا فقير واحد، لأنك هتلاقي كل بلد فيها مجموعة كبيرة من الفقراء هي نفسها فيها أيضا مجموعة من الأثرياء والأغنياء. فلو أعطى الأغنياء للفقراء خلاص البلد كفت نفسها. لكن تأتي بقى بعض الحكومات تفرض سيطرة على الناس بالعصا وبالإكراه، إنه ما يعطيش كده ويعطي للجهات الخيرية الأخرى أو يعطي للجهات الرسمية، وتلك مصيبة كبرى. أنا أحذر الناس، وهذه أمانة لله سبحانه وتعالى. اعطي الزكاة لمن تعرف أنت، واتعب نفسك شوية، حتى لو أنت العيلة عندك الحمد لله كلها ميسورة الحال، دور في ناس تانية ثقات تثق فيهم، وتعب نفسك شويه انك تنزل للقرى المحرومه وللفقراء والايتام وتوصل لهم الحاجه بايدك، هذا اولى وافضل. لان مال الزكاه مال ملك الفقير، لا هو ملك الغني ولا ملك الدوله. مال الزكاه ده مش ملك الدوله، ده ملك الفقير. قال الله سبحانه وتعالى: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أين؟ هذا مال حق للفقراء وليس من حق الدولة حتى أن هي تديره. اللهم إلا إذا كانت هذه الدولة شكلت لجنة وتمتعت هذه اللجنة زي بيت المال مثلا كده بالشفافية، وقالت جمعنا قد إيه في شهر كذا وكذا وكذا، وتصدقنا على كام، وفي لسه عندنا قائمة انتظار أخرى محتاج لها قد إيه، وبالتالي تقول والله إحنا مستهدفين السنة الجاية إن إحنا لا يبقى فقير في مصر، ولا يبقى شاب بدون زواج، ولا يبقى مريض في مصر. لو عملوا كده يبقى أنا أول الداعين للتبرع أو لإعطاء الزكاة لتلك المؤسسات. لكن الواقع مرير، وأموال الزكاة لا تصل لمستحقها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا دكتور سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف السابق. شكرا جزيلا دكتور سلامة، ونفع الله بك إن شاء الله.